دق جرة الحصة، هيا بنا لنحضر الكتاب الرياضيات. هيا يا أبطالي، اليوم سنقوم بحل مسائل عديدة عن القسمة. هيا أحضر كتابك وافتح صفحة 61. هيا يا أبطال، السؤال الأول، أضع إشارة الضرب أو قسمة في المربع لتصبح الجملة صحيحة في كل ما يأتي. 2 مربع 6 يساوي 12. ما هي الإشارة المناسبة يا ثالث؟ رائع، ضرب. حسنا، 5 مربع 7 يساوي 35. ما هي الإشارة المناسبة هنا؟ أحسنتم، ضرب. 90 مربع 9 يساوي 10. ما هي الإشارة المناسبة هنا؟ أحسنتم، قسمة. 36 مربع 4 يساوي 9. الإشارة المناسبة هي إشارة القسمة، أحسنتم. 5 مربع 9 يساوي 45. أحسنتم، الضرب. 48 مربع 8 يساوي 6. الإشارة المناسبة هنا هي إشارة القسمة، رائع، أحسنتم. هيا لنكمل السؤال الثاني، أجد ناتج القسمة فيما يأتي. وهنا لدينا قسمة طويلة، هل تتذكرونها يا ثالث؟ رائعين. هيا لنبدأ. 27 تقسيم 3 يساوي 9، أحسنتم. 27 تقسيم 9 يساوي 3، رائع. 70 تقسيم 10 يساوي 7، أحسنتم. 36 تقسيم 4 يساوي 9، أحسنتم. 32 تقسيم 8 يساوي 4، رائع. 35 تقسيم 5 يساوي 7، أحسنتم. 42 تقسيم 6 يساوي 7، رائع. 14 تقسيم 2 يساوي 7، أحسنتم. 63 تقسيم 7 يساوي 9، رائع، رائع يا ثالث، أحسنتم. هيا استعد للانتقال إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث، اكتب العدد المناسب في المربع. هيا لنبدأ بالجدول الأول، والجدول الأول هو جدول جمل الضرب. 8 ضرب 4 يساوي 48، أحسنتم. 9 ضرب 6 يساوي 54، رائع. 3 ضرب 9 يساوي 27، أحسنتم. 6 ضرب 3 يساوي 18، رائع. 10 ضرب 1 يساوي 10، أحسنتم. والآن سننتقل إلى الجدول الثاني. هيا يا أبطال، 32 تقسيم 4 يساوي 8، أحسنتم. 54 تقسيم 6 يساوي 9، رائع. 27 تقسيم 9 يساوي 3، أحسنتم. 10 تقسيم 1 يساوي 10، رائع. 10 تقسيم 2 يساوي 5، أحسنتم. والآن يا ثالث سننتقل إلى العمود الثالث. هيا بنا، 32 تقسيم 7 يساوي 4، رائع. 54 تقسيم 9 يساوي 6، أحسنتم. 27 تقسيم 3 يساوي 9، أحسنتم. 10 تقسيم 10 يساوي 1، رائع. 10 تقسيم 5 يساوي، رائع، رائع، 2، أحسنتم.
والآن سننتقل إلى السؤال الرابع. هيا تأكد من إجاباتك يا ثالث قبل الانتقال. هيا بنا، لدينا سؤال. السؤال الرابع: اشترت ريماس 8 قطع من الحلوى بثمن 72 قرشا، ما ثمن قطعة الحلوى الواحدة؟ لنكتب مسألة 72 تقسيم 8 يساوي 9. أحسنتم، 9 قروش. إذا ثمن قطعة الحلوى الواحدة 9 قروش. رائع يا ثالث. والآن سننتقل إلى السؤال الخامس. هيا يا أبطال، لدى عائدة 7 زهرات وضعتها جميعا في زهرية واحدة، كم زهرة في تلك الزهرية ولماذا؟ لنكتب المسألة: 7 تقسيم 1 يساوي، هل هذه إجابة صحيحة يا ثالث؟ إذا ما هي الإجابة الصحيحة؟ 7. أحسنتم، رائع يا ثالث، أحسنتم. وهكذا عدلنا على السؤال، أحسنتم. والآن عزيزي الطالب، هيا بنا لنقوم بدور المعلم الصغير ونختر مسألة ونقوم بإرسالها إلى الطالب الذي تود سؤاله. هيا يا أبطالي. وهكذا انتهت حصتنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.